احنا اليوم في البرتغال وفي حلبة أستورال. مكلارن جرأوا واخذوا اسم احد اعظم سائقين الفورمولا 1 وسموا به سيارتهم. هذا السائق هو أيرتون سنة. طبعاً لأنه التاريخ اللي بيربط ما بين سنة وما بين مكلارن تاريخ عريق، فهذا كان أقل شيء إن هم يعملوه للذكرى لاسمه على أساس تعطي الإكسبيرينس كامل حقه لقيادة السيارات. ماكينة 8 سلندر توين توربو 800 حصان 800 نيوتن متر وعندنا 800 كيلوغرام ضغط من التصميم حقه كايروداينامكس وسرعة قصوى 312 كيلومتر. في السيارة هذه مكلارن ركزوا على شغلتين أساسيتين واللي هي الوزن الخفيف إضافة إلى الضغط حق الايروداينامكس أو ضغط الهواء على السيارة وتثبيتها على السرعات العالية. وهنا عشان يعملوا هذا الوزن الخفيف عملوا الكربون مونوكوك 3 وصل وزنه 90 كيلوغرام فقط، يعني لو شخص جاء في شوية عافية حاول يرفعه هينشال معه. ولكن السر في الايروداينامكس والسر في الوزن الخفيف كله بيرجع لهذا الجناح الخلفي. هذا الجناح الخلفي كامل وزنه تحت 5 كيلوغرام، شيله خف الريشة.